كان التفكير الاول من واتشت ان احنا عايزين نعمل حاجه جديده بناس جديده، سنس ان المؤلف اول مره وانا كمخرج اول مره، وعصام انا اعرفه من زمان واشتغلنا مع بعض كتير، ومريم برضو اعرفها من زمان، فعلى طول اول لما جت الفرصه حسيت ان الناس دي مناسبه للادوار دي وده وقتهم، فالحمد لله. فكره الوحده الصحيه عامه احنا كنا عايزين نعمل حاجه مميزه بتاعتنا، مش ضروري تبقى حقيقيه او مش حقيقيه. احنا كنا شغالين مع مروة عامر مهندسه الديكور وشريف جلال مدير التصوير ان احنا نطلع المين لوكيشن اللي هو الوحده بالايدنتيتي بتاعتنا احنا، فاحنا القريه بالوحده بكل حاجه دي من خيالنا، دي مش حقيقيه. ففكره ان احنا نحط كمان مكان طوب احمر في وسط القريه دي حاجه مش موجوده، بس احنا كنا عايزين نعمل ده، كنا عايزين نعمل فيه حاجه بصريا مختلفه. والله كله بيسالني انتوا كنتوا بتضحكوا على المشاهد، واحنا بجد ما كناش بنضحك غالبا من كتر ما احنا عملنا بروفات كتير وكنا حافظين يعني الموضوع دارسينه كله من اوله لاخره قبل التصوير بكتير، فالتصوير كان سهل ما كانش صعب، بس طبعا كان بيبقى فيه ارتجالات وبيبقى فيه حاجات ارتجالات من كل الناس يعني، كانت بتبقى لذيذه جدا. اظن عشان انا متربي كنت على الافلام دي وابويا برضو متفرج جيد وناقد جيد، فاقدر اقول ان طفولتي متاثره جدا بالبيت اللي انا اتربيت فيه، بان هو كان بيت بيقدر الفن، كل انواع الفن بقى، مسرح تلفزيون كل حاجه، فده طبعا جزء من تكويني، فالحمد لله كبرت جوايا في دمي يعني. كتير بس بحب سك على بناتك قوي يعني، من اكتر المسرحيات القريبه ليا بحب اتفرج على سك على بناتك وانها حقا عائله محترمه، دول اكتر مسرحيتين بحبهم. كنت بعمل مسرح وانا في الجامعه، اكيد طبعا لو في فرصه كويسه ان انا اعمل كده بحب طبعا اعمل كده جدا. مش هعملها ولا هنخلي حد يعملها، مفيش حد هيعمل كده. اظن الالطف ان هو يتعمل فيلم دوكيومنتري، فيلم وثائقي عليه احسن بقى من ندخل من فكره التجسيد ويعني مش شايفينها. لو فيلم وثائقي انا ممكن اعمله وممكن اي حد يعمله عادي برضه.